السؤال الثاني يا سيدنا اللهم صل على رسول الله، لو لدينا زكاة مال ومثلا لم نجد الأصناف الثمانية أو واحد من الأصناف الثمانية اللي الرسول قال عنهم نبحث ولم نجد، فهل ممكن نخلف أحد محتاج مثلا لحد ما يردهم لنا سيدنا أم لا يجوز؟ يعني هل أنت في قارة في القمر تعيش في القمر؟ يعني ما وجدت لا فقير ولا مسكين ولا مجاهد ولا في ما وجدت أي واحد؟ احنا ما نبحث الأول سيدنا الأول. لا تسلم الفلوس الزكاة كقرض لأحد، لا يجوز، لا يجوز. مصاريفها موجودة في كل بلاد، ضاقت في بلدك انتقل للبلدة المجاورة، ما استطعت في جمعيات ومؤسسات أمناء. هو ليس المال مالنا سيدنا. أيوة، أنت الآن تسأل هل يجوز لك أن تخرج زكاة المال كقروض بدون فوائد ربوية؟ قلت لك لا، لا تخرجها كقروض لأن هي لا مصارف موجودة، بس أنت كسول في البحث. بس هو أنا كوكيل، أنا كوكيل. ولا لا، وكيل لا تعطي زكوات المال كقروض حسنة، دي لها أهلها مستحقوها. نعم نعم، الله يسلمك.